الملحمة البطولية، هذا الأرس أرس الوطن الذي نحن فيه هنا اليوم. نحن السودانيين في دولة سويسرا أتينا هنا لمدينة جنيف ونحمل في طياتنا هنالك جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب وإبادة جماعية في كل المدن السودانية. نحن هنا لندير ونشجب هذه الإبادات الجماعية والانتهاكات التي تجري في جميع أنحاء السودان، ونحن هنا لنسجل التأييد، نسجل التأييد والمبايعة لقيادة الدولة ممثلة في رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق عبد الرحمن البرهان. جيش الوحي شام الوحي، جيش الوحي شام الوحي، عبد الفتاح البرهان ورفاقه الميامين يمثلون الدولة السودانية في قيادة الدولة السودانية. أيها الناس، الشعب السوداني يئن ويتألم من المجازر والاغتصابات التي تجري في جميع أنحاء الدولة السودانية. أو تدرون لماذا ترتكب هذه الانتهاكات والمجتمع الدولي ساكتا وفي غفلة تامة؟ لأن الإمارات، الدولة الإماراتية الدويلة الشريرة التي هي بأموالها سخرت هذه السلاح والأسلحة والإمكانات لقتل وتفتيت الدولة السودانية ونهب مواردها. عاش السودان.